جمع العينة بفحص السالم المنوي معلومة عن الماشي. من نجمع العينة لازم نأكد على الرجل من يجمع عينة السالم المنوي يجمعها عن طريق الاستمناء ويبتعد عن النشوة الجنسية والرغبة الجنسية العالية. راح يسأل ليش؟ لأن ذلك يعمل على استثارة غدة كوبر، وبالتالي هاي الاستثارة تزيد إفرازات الغدة مال غدة كوبر، وهنا راح يزيد إفرازات غدة كوبر وتأثر على كمية إفرازات غدة البروستات، واثنيناتهم غدة جنسية. ومن يزيد إفرازات غدة كوبر راح يزيد عندنا حجم العينة مال سائل المنوي، وهذه زيادة غير حقيقية، فضلا انه تزيد لزوجة العينة. ليش؟ لان راح تأثر على كمية افرازات غدة البروستات، وغدة البروستات تعرفوها مهمة في نواتج السائل المنوي وسيولة السائل المنوي. تحيات استاذ علي.